السلام عليكم مدرب فؤاد بوعلي، الفريق منتظر مباراة أمام فريق مولودية العلمة، كيفاش تشوف الفريق؟ كيفاش نشوفوا المقابلة تكون بارابور للتحضيرات؟ التحضيرات ماهيش غير فيزيك وتكنيك وتكتيك، التحضيرات أوسي تكون مونتال، دونك كيفاش الحالة تاع اللاعبين؟ باسكو نعرفوا بلي أن اللاعبين عندهم مشكل كبير مازال ما انتحلش حتى الآن. كيفاش تكون الحلول من المقابله؟ دونك نتمنى ان شاء الله تكون دي سوليسيون للمشاكل نتاع اللاعبين ونتاع نتاع الستاف نتاع كامل اللي يعملوا في الفريق هذا. اي بيان سور مقابله مهمه باسكو تو سامبلومون سي ان ماتش اللي قادر ان شاء الله يزيد يعطينا ان بيتي سبور باش الفريق يبقى في المراتب الاولى. اي لوبجيكتيف نتاع لو كلوب العام هذا جو بونس بعد ما صراو المشاكل في الديبار ايتو سيتي ايسيي كومون ان شاء الله اسيوري لو مانتيان. دونك جو بونس كو مازلنا نقطه ولا زوج باش ناسيرو ديفينيتيفمون لو مانتيان. نتمنى ان شاء الله المقابله هذه تكون في المستوى من ناحيه التحضير. دونك فوالا اذا كان التحضيرات في المستوى دونك ان شاء الله النتيجه تكون في المستوى ان شاء الله. شيخ المشكل المادي هذا كل خطره ويطرح نفسه كل خطره يطرح نفسه ما تشوفش اللي او ياثر سلبا على تحضيرات الفريق في كل مباراه. كنت بلاك نقول انا نقول نريبوندي اوترومون نقول كانوا الفريق اللاعبين في وضعيه حسنه من ناحيه هذه كيفاش يكون كلاسمون تاعهم وكيفاش يكون المردود تاعهم. نعم هذه هي. شيخ شفنا اليوم لاعبين نقلوا الانشغالات تاعك، واش تقول نتاع اداره الفريق هكذا خاصه ان دوك الاداره كي ما تقومش بالدور ديالها حتى انعكس سلبا على التحضيرات التكتيكيه. انا نقول الانشغالات اللاعبين عطاهم ليا وانا نعطيهم الاداره والاداره هي اللي تلزم تصب الحلول لهذا المشاكل. ان شاء الله يعطيك الصحه. فوالا الله يبارك فيك.